شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. أينما كنت وكيفما كنت، أنت موضوع تقدير الرب يسوع المسيح شخصيا، جهز لك عمل الفداء على الصليب ويجهز لك كل وسائل الإجابة على أسئلتك، والبرنامج وسيلة لمساعدتك علشان تلاقي إجابة على الأسئلة والحيرة التي قد تكون في ذهنك تجاه بعض مواضع الكتاب المقدس. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو الفرق بين تعدادي الشعب في سفر العدد الأصح الأول وأصح 26؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. أهلا وسهلا بيك. السؤال بتاع حلقة النهاردة متعلق بسفر العدد، لأنه في تعدادين في سفر العدد، تعداد في الأصح الأول وتعداد في أصح 26. التعداد الأول في أول الرحلة، التعداد الآخر في آخر الرحلة. التعداد الأول هو تعداد للخروج إلى الحرب، التعداد الثاني هو تعداد للتجهيز لتوزيع الأرض والحصول على الميراث بعدما يدخلوا أرض الموعد. سفر العدد في أصله العبري لم يكن يسمى بسفر العدد. في أصله العبري كعدد باقي أصفار موسى الخمسة كان يعنون بأول كلمة في العدد الأول في الأصح الأول. إيه أول كلمة في الأصح الأول في العدد الأول؟ في البرية، فكان اسمه في البرية. لكن عندما ترجمه من الترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية الشهيرة اللي اسمها الترجمة السبعينية، تغير اسمه إلى العدد. ليه اتقال عنه سفر العدد؟ اتقال عنه سفر العدد لأنه في تعدادين زي ما قلت، التعداد الأول والتعداد الأخير. التعداد الأول في أول الرحلة في أصح واحد، التعداد الأخير في آخر الرحلة في أصح 26. التعداد الأول هو للخروج إلى الحرب، التعداد الثاني هو للتجهيز لامتلاك الميراث في أرض الموعد. قبل ما نقول حاجة عن التعدادين والفرق بينهم، أحب أقول أنه سفر العدد يقدم لنا توزيع أصباط بني إسرائيل حول خيمة الاجتماع. فكانت الخيمة تنصب، وكان من ناحية الشرق عندي راية يهوذا وراية سبطي الساكر وراية زبلون. إجمالي الأعداد لهذه الرايات 168,400 نسمة. لكن من ناحية الغرب راية أفرايم ومنسة وبنيامين، إجمالي الأعداد 108,100 نسمة. من ناحية الشمال راية دان وأشير ونفتالي، إجمالي الأعداد 157,600 نسمة. لكن راية رأوبين وشمعون وجات في الجنوب، إجمالي الأعداد 151,450. دي الأعداد وكيف كانت توزع حول خيمة الاجتماع. لكن لما نحط التعدادين جنب بعض هنلاقي ان في اسباط فيها فرق عن التعداد الاول والثاني، في اسباط قل العدد، في اسباط زاد العدد. بالمناسبه انا قلت ان التعداد الاول في اول الرحله للخروج الى الحرب، التعداد الثاني هو اخر الرحله للدخول الى الارض، لكن كمان التعداد الاول للجيل الاول اللي طلع من ارض مصر. لكن هذا الجيل اللي طلع من ارض مصر من ابن 20 سنه فما فوق كلهم ماتوا في البريه، سقطت جثثهم في القفر كما قال عنهم بولس في كورنثوس الأولى 10، وجميعهم سقطوا في القفر، سقطت جثثهم في القفر وبأكثرهم لم يصر الله. اتبقى بس من الجيل القديم يشوع وكالب. لكن التعداد الأخير اللي هو بتاع أصح 26 من سفر العدد، ده للجيل الجديد اللي طلع في البرية واللي هيدخل لكي ما يمتلك الأرض. نحط العنوانين تاني، التعداد الأول هو للخروج إلى الحرب،
للجيل الأول من ابن 20 سنة اللي طلع من أرض مصر، التعداد الأخير في آخر الرحلة هو للجيل الثاني اللي كان موجود تحت سن العشرين واللي اتولد في البرية علشان يدخل يمتلك الميراث. في فروق، طبعا في فروق بين التعدادين. فسبط رأوبين اللي هو كان 46500 في التعداد الأول بقى 43730 في التعداد الثاني، يعني حصل نقص ب 2770 نسمة. ويا ترى النقص ده بقى للبركة ولا للقضاء؟ أكيد للقضاء. يا ترى ليه القضاء كان على سبط رأوبين؟ لأن سبط رأوبين لما نرجع لسفر العدد أصح 16 عاونا داثان وأبيرام في التمرد، تمردوا على هارون وعلى موسى. فلما هذا السبط عاونا داثان وأبيرام على التمرد نزل قضاء الله عليهم. طبعا الآباء سقطوا في القفر وحتى السبط ده قل. هنعرف بعد كده أن لما هيدخلوا الأرض اللي عدده قليل هياخد أرض قليلة، اللي عدده كبير هياخد أرض كبيرة، فالعدد هيؤثر في امتلاك الميراث. سبط شمعون كان في التعداد الأول 59300، في التعداد الثاني 22200. هذا هو أكبر سبط خسر نفوس، لأن الخسارة ب 37100. والسؤال، يا ترى ليه ربنا نزل عليه القضاء كده وهيكون ملكه في أرض الموعد ملكه قليل؟ لأنهم تعلقوا ببعل فغور، أنهم شاركوا في الوثنية وعبادة بعل فغور في أصح 25، نعرف القصة دي من سفر العدد. لكن لو نزلنا بعد كده لسبط جاد كان 45650 بقى 40500 نقص ب 5150. يهوذا كان 74600 بقى 76500 زاد ب 1900. يساكر كان 54400 بقى 63400 زاد ب 9900. زبلون بقى كان 57400 بقى 60500 زاد ب 3100. منسى اكبر سبط حصل فيه زياده بين التعدادين. فمنسى كان في التعداد الاول 32200 بقى 52700، يعني 20500 زياده. أفرايم كان 40500 بقى 32500 نزل 8000. بنيامين كان 35400 بقى 45600 زاد 10200. دان 62700 بقى 64400 زاد 1700. أشير كان 41500 بقى 53400 زاد 11900. لكن نفتالي كان 53400 بقى 45400 نقص 8. المبدأ العام، الزيادة بحسب إكرام الرب لهؤلاء الأصباط الذين أكرموا الرب، حاشا لي فإني أكرم الذين يكرموني. النقصان قضاء الرب على الأصباط التي أهانت الرب. المبدأ العام اللي نقدر نفهمه أنه الإكرام الحقيقي لله يتبعه إكرام من الله لنا. الرب قال حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. وإن كان التعداد قبل نهاية الرحلة يفكرني إننا وإنت هنوصل الأبدية، مفيش حد فينا هيضيع. المسيح أخذنا عهدة من يد الآب وسيسلمنا أيضا لما يدخلنا إلى بيت الآب. ما بين استلامه لنا وبين وصولنا ولا واحد فينا هيضيع. بس حبيبي عايزك تفتكر إن إحنا هنقف قدام كرسي المسيح، وكل تعب وكل خدمة وكل مجهود كان دافعه مجد المسيح هناخد عليه المكافأة. فشوف حياتك عايش إزاي. هنوصل باعتبارنا مؤمنين حقيقيين، بس لما نوصل هل هناخد المكافآت على أتعابنا الكثيرة؟ أرجو لك ولي ذلك والرب معك. عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.